تواصل تركيا نقل المرتزقة والإرهابيين للقتال في ليبيا لتحقيق مطامعها في السيطرة على مقدرات الليبيين، حيث كشفت مصادر إعلامية أن محافظة إدلب شمالي سوريا شهدت في الآونة الأخيرة افتتاح مكاتب لتجنيد إرهابيين للقتال في ليبيا. المصادر نوهت أن تجنيد إرهابيين في إدلب وإرسالهم إلى ليبيا ليس جديداً، إنما إرسالهم عبر وكالة ممنوحة للإرهابي أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة هو اللافت في الأمر. وأوضحت المصادر أن الآلية التي تعمل بها أنقرة باتت واضحة للغاية بعد افتتاح مكاتب التجنيد في مناطق سيطرة إرهابي جبهة النصرة في إدلب السورية وعدد من المدن السورية، حيث وجد فيها الإرهابي الجولاني منصة لتصيد خصومه والتخلص منهم بإرسالهم إلى ليبيا، مؤكدة أن النفير لحملات التجنيد لم يستثني أحدا. وبحسب المصادر فإن الإرهابي الجولاني لا يمنح منوئيه الكثير من الوقت ولا الخيارات، إما التصفية أو القتال في ليبيا، موضحة أن من بين المجموعات التي يرسلها إلى ليبيا الموقوفين والمسجونين لدى هيئة تحرير الشام من الفصائل التابعة لتنظيم القاعدة، حيث يتم تخيير هؤلاء إما الانسحاب من هذه التنظيمات والانضمام إلى هيئة تحرير الشام وإما الذهاب للقتال في ليبيا. وتفيد المعلومات بأن قيمة العقد هي حوالي 1000 إلى 2500 دولار حسب نوع المهمة، حراسة أو قتال أو قيادة، ويتم الآن التركيز على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابية. لقناة ليبيا الحدث، بو بكر العقيلي.